تركت عليها ذكريات الصغر. وهيدي الحفلة وهالمهرجان خليني أقول إن شاء الله يكون بادرة لهيك لبث الأمل والتفاؤل والفرح وترفيه للشعب السوري. نحن شعب على سنوات خلينا نقول مديدة خلينا نقول هيك شوي تعب، بس إذا بتفوت لقلب كل مواطن سوري نحن شعب البهجة والفرحة والأمل والتفاؤل والفرح والحياة. كان الناس مقدرتها الشرائية أعلى، أنت شو ما كانت الأسعار كانت مقبولة كمان بالنسبة لهم، لكن هلأ فرقت بين 2018-2019 عن 22 بتعرف الحالة الاقتصادية كيف تغيرت على وقت كورونا، على وضعنا الخاص بسوريا. هلأ حتى الأسعار البطاقات نحن دارسينها جدا منيحة، لكن هي إذا مقارنة بهذاك الفترة، لا هذاك الفترة كان الجمهور أكثر، الشراء أكثر، والمبلغ بالنسبة لهم مقبول. هلأ أحيانا مع أنه الحالة شوي تغيرت عند الناس، حتى هذا المبلغ اللي هو يعد إذا قارناها بباقي العملات يعد أقل.